تعالوا بقى نكمل كلامنا عن الاخبار المحليه. مبدئيا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والكاتب الصحفي الاستاذ عبد المحسن سلامه رئيس مجلس اداره مؤسسه الاهرام شهدوا بالامس توقيع عقد تسويق جائزه مصر للتميز الرياضي ذا فيرست طبعا العربي. وزير الشباب والرياضه قال انه متحمس جدا لهذه الجائزه، جائزه ذا فيرست او جائزه الافضل للتميز والابداع الرياضي على المستوى المحلي وايضا على المستوى العربي، وقال ان هي ستشمل كل مبدع وليس فقط في عالم كره القدم، وكمان اشار الى ان الجوائز سوف تليق بالمسابقه وبقيمه الابداع يعني اللي هيشوفوه من خلال هذه المسابقه بما يتماشى مع الثوره الحقيقيه في الانسان الموجودة حاليا في مصر، وأنه سيتم الإعلان عن اللجنة العليا لجائزة The First في وقت لاحق أكيد بالتنسيق مع الأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، كما أنه سيتم الإعلان عن هذه الجوائز في حفل مميز جدا. خلونا على كل الأحوال نتعرف على المزيد من التفاصيل من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل كلامنا. الحقيقه مع مجموعه العمل اللي موجوده فكرنا في ايه ان احنا ذا فيرست الافضل ان احنا نعمل جائزه للتميز والابداع الرياضي وتكون موجوده على المستوى العربي يعني المحلي والعربي والابداع الرياضي بصفه عامه. الحقيقه معروض علينا اللجنه العليا، انا يعني مش هنعلنها لان هنقعد تاني مع الاستاذ عبد المحسن ونراجع هذه اللجنه العليا ونحط اكبر قيم واكبر قيمه بتساعدنا على الاختيار عشان لما نختار ناخد وقتنا ويكون في درجه عاليه جدا من الشفافيه في هذا الاختيار. النهارده مؤتمر توقيع عقد تسويق جائزه ذا فيرست. ذا فيرست دي اختيار افضل لاعب عربي في مجال كره القدم، اختيار افضل لاعب محترف وداخل الوطن العربي. الجائزه دي اسمها جائزه مصر للتميز الرياضي العربي، وبما ان اسمها مصر جائزه مصر فاحنا قدام مسؤوليه كبيره جدا جدا، وطبعا الجائزه تحت رعايه واشراف وزاره الشباب والرياضه والاتحاد العربي لكره القدم. الاحتفاليه ان شاء الله في 1/7 تحت سفح الاهرامات 1/7/2022 في مصر هنا ان شاء الله. التعاون تم من خلال اتصال كان مباشر تم مع معالي الوزير وزير الشباب والرياضه. بناء على هذا الاتفاق انا ابتديت اقعد مع شركه ايوان ميديا وابتدينا ننسق للمساله. طبعا انا بالنسبه لي انا كحد مسؤول في الوكاله وانا مدير عام الوكاله يعني كان يسعدني جدا ان انا اعيد الوكاله، لا سيما ان انتوا كلكم عارفين ان مؤسسه الاهرام وكاله الاهرام للاعلان هي هي اول حد ادخل النشاط صناعه النشاط الرياضي في مصر، والحقيقه كانت متفوقه جدا في الفتره دي، وكان فرصة لنا ان احنا نرجع اسم الوكالة تاني واسم مؤسسة الاهرام لده، لا سيما ان هي اللي كان ليها ريادة في ده، بالاضافة لان هي اساسا فكرة الجائزة كانت فكرة عبقرية الحقيقة، لانها اساسا بتقدم مردود جيد جدا للمجتمع المصري كله مش بس للرياضة. المؤتمر فكرته لطيفة جدا، فكرة اختيار احسن لاعب عربي على مستويين سواء على المستوى العالمي، لان عندنا اسماء كتيره جدا لامعه عربيا زي محمد صلاح، زي رياض محرز، زي اشرف حكيمي وغيرهم في الدوريات الاوروبيه الكبرى، وعندنا كمان احسن لاعب عربي على مستوى الوطن العربي، ودي هتبقى منافسه شرسه قوي لانه عندنا انديه عملاقه على المستوى العربي بتتالق في انديتها، وبالتالي ده بيزود التنافس، وكون ان الجائزه بتتعمل تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه والاتحاد العربي لكره القدم والجامعه العربيه، ده كله بيديها كمان صفه من الصفات الرسميه اللي بيخلي التنافس هيكون فيها قيم.